يمكن من دقايق انتهت الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن. النهاردة في جلستين، الجلسة الأولى انتهت اللي هي كانت جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، وهي جلسة تعاملت ببساطة شديدة مقارنة ما بين مصر 2014 ومصر 2018. مصر عندما تسلمها عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، ومصر الآن 2018 التي تقف على خطوات من انتخابات رئاسية جديدة يكون بعدها هناك رئيس لمصر. الجلسة الثانية اللي يمكن تبقى خلال دقائق عن الاقتصاد والعدالة الاجتماعية. الحقيقة أنا عايز أتوقف قليلا عند الكلمة اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن دي من أطول الكلمات التي ألقاها خلال 4 سنوات. يعني صحيح هو كان بيشترك في المؤتمرات الشباب مثلا أو في الافتتاحات للمشروعات القومية، وكان بيتكلم وكان بيتكلم، يمكن لو جمعنا كلامه هنلاقي أكتر من الخطاب، لكن ده خطاب كاملا، أطول خطاب كامل للرئيس اللي هو ألقاه امبارح في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن. أنا عايز أقول إيه؟ رئيس امبارح اتكلم في أرقام كتير، اتكلم أرقام كتيرة جدا، واستعرض مسيرة ما يمكن أن نقول أنه إنجاز الشعب المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، يعني حتى يأخذ كل منا حقه، فده إنجاز الشعب المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي. اللافت للانتباه بالنسبة لي أنه نحن أمام رجل لا يبيع الوهم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اتكلم عن مشروعات احنا لمسناها بايدينا، يعني بيتكلم مثلا عن الاسكان الاجتماعي. فالناس حضرت افتتاح المشروع بتاع الاسمرات وبتاع غيط العنب وفي مناطق مختلفه من الجمهوريه، ناس راحت قعدت شافت لمست المشروعات. لما يجي يتكلم عن شبكه الطرق اللي موجوده مثلا في مصر، فيجي واحد يقول لك فين شبكه الطرق؟ اقول لحضرتك انت مشيت عليها، يعني مشيت على هذه الشبكة. لما يجي يتكلم عن المليارات التي تم ضخها لإصلاح منظومة الكهرباء مثلا، فتيجي تقارن بين 2014 أول 2014 لما كانت في معاناة شديدة جدا في انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة جدا لساعات طويلة جدا، فتيجي تلاقي النهاردة أنه الكهرباء بهذا الانتظام اللي موجود، فيبقى في إنجاز حصل على الأرض. فإذا لما بيجي يتكلم عن الأربعين فدان بتوع المزارع السمكية مثلا، فأنت شفت قدام عينيك مشروع مثلا برجة غليون والمشروع بتاع قناة بتاع بورسعيد والمشروع بتاع قناة السويس وغيرها، شفت بعينيك. فإذا هنا الفارق بين السيسي وغيره أنه يتحدث عما قام به فعلا، يعني اللي هو عمله بالفعل، تقدر تمد ايد حضرتك كده وتلمس المشروعات اللي بيتكلم عنها. سيبك بقى من حالة الاستقبال مثلا، انه اتكلم على انه احنا عملنا مش عارف كام الف مشروع، فبمعدل 3 مشروعات في اليوم، فالناس تاخد الرقم وتبدأ تنظر وتسخر وتتريق وتقول ليه بقى؟ لانه امبارح مثلا وهو بيتكلم، ويمكن ان تعتبر ما قاله السيسي امبارح نوع من تقديم نفسه مرة أخرى للشعب المصري، لأن أنا هقول لحضرتك الفرق بين تقديم السيسي لنفسه النهاردة في 2018 وتقديم السيسي لنفسه في 2013. في وهو بيتكلم امبارح في شكلين من أشكال الاستقبال، من يؤيده ومن يطمئن لوجوده ومن يعتقد أن استمراره ضرورة لإكمال هذه المشروعات وإكمال معركة مواجهة الإرهاب، استقبل ما قاله استقبالا حسنا، ما قعدش يدقق وراه يقول له أصل أنت قلت رقم كذا وما قلتش رقم كذا، رغم أن الأرقام اللي قالها صحيحة، لكن محدش وقف عند ده، ومحدش وقف عند ده لأنه زي ما بقول لحضراتكم الناس شافت النسبة الأكبر من هذه المشروعات. في استقبال تاني، استقبال اخر،
وهو تقدر تقول عليهم المناوئين لعبد الفتاح السيسي والمناوئين لمشروع مصر بعد 30 يونيو. ودول لو أن السيسي قال قرآنا يتلى من السماء، وحي نازل من السماء، مش هيعجبه. فيبقى أنت هنا دول نوعين من الاستقبال. المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن المناوئين اللي هم الخصوم المعارضين الذين يتربصون بما يقوله السيسي ويبدأوا يعملوا هجوم عليه، فجأة بتلاقي الناس اللي هو استقبالهم ليه استقبال حسن، اللي هم مصدقين ويعني وشايفين إنه استمراره مهم، فجأة تلاقيهم بيرددوا اللي بيقولوا المناوئين ويتكلموا عنه وإلى آخره. وهي دي الحرب النفسية اللي احنا مش عاوزين الناس تقع فيه. يعني من يناوئ له مصلحة، المصلحة ببساطة أنهم يريدون إسقاط هذا الوطن حتى يعود له مرة أخرى. يعني أنت مش تقول لي إزاي خططوا لإسقاط البلد. ما هم بيخطط لإسقاط عشان ياخدها. يعني هو مش بيخطط لإسقاطها كده وخلاص، وناس مش مجانين برضو يعني، لكن هو يخطط لإسقاطها حتى تعود له مرة أخرى فيحكمها كما يشاء وكما يريد. إذن ما قاله بالنسبة لي يديني توصيف جديد أنه هو الراجل أقسم بالله أكتر من مرة، وقال أن أنا بقول الحق أكتر من مرة، وأنا أصدقه، لأنه أنا أقول لحضراتكم أنه يمكن نسبة 80% من المشروعات اللي الرئيس السيسي امبارح كان بيتكلم عنها أنا حضرت افتتاحاتها، وعدد كبير جدا من الناس حضر افتتاحاتها وشافوا هذه المشروعات على الأرض وعلى الطبيعة. هتقول لي طيب يا فرحتي، طب أنا استفدت إيه؟ يعني هو الرئيس عمل مشروعات وانت بسلامتك والناس اللي كانوا معاك وحضروا الافتتاح، طب انا استفدت ايه؟ دخل جيبي ايه؟ اسعاري رخصت، مستوى حياتي ارتقى ارتفع، لقيت التعليم بقى زي الفل والصحه بقت زي الفل والترفيه بقى زي الفل وكل حاجه اكتملت. ما هو انا عشان اقول ان في انجاز لازم احس انا كمواطن، ولا يبقى ما فيش. هقول لك عندك حق جدا في هذا الكلام اللي انت بتقول، ومحدش يقدر يراجعك فيه. بس هي الـ 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 الحكايه ايه؟ الحكايه انه لما تم استلام البلد في 2014 وفيها ارهاب وفيها انهيار كامل لبنيه تحتيه وفيها بالفعل خراب، احنا كنا حاسينه، والا الناس خرجت ليه في 25 يناير؟ جزء كبير من خروج الناس اللي هم الثوريين الانقياء، اللي هم ملايين المصريين اللي طلعوا كانوا مصدقين انه في فكره تغيير بجد، وانه هذا النظام نظام السابق نظام مبارك، هذا النظام الفاسد المستبد الذي ضيق فرص الناس في الحياه الكريمه، واصبحت هناك مجموعه صغيره هي التي تصادر كل شيء، الناس اعتقدت لما هيخرجوا ضد هذا النظام حياتهم هتبقى زي الفل. وما كانش حد عارف من الملايين دي ان هناك من يخطط لخطف البلد واختطافها في اتجاه اخر تمام. انت يا اخي اللي بيزرع زرعه بيستنى عليها، يعني اللي بيزرع زرعه بيستنى عليها، افضل شهور لحد ما تطرح. انت ضخيت كل هذه، قمت بكل هذه المشروعات. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، لما هتيجي تقول انا ما شفتش حاجه، هقول لك انه في 7000 وحده سكنيه مثلا الناس سكنت فيها. يعني في وحدات سكنيه الناس طلعت من العشوائيات وراحت قعدت في شقق في حياه كريم، وهو دول استفادوا. انت بتتكلم على الاف الاسر اللي اتعمل لها مثلا المعاش تكافل وكرامه، بيدخل جيبها فلوس كل شهر. ففي ناس حصل في حوالي 3 مليون فرصه عمل وفرتهم المشروعات القوميه الكبيره دي. لانه حضرتك ما هو اللي اشتغل في بنى العاصمه الاداريه الجديده مين؟ ما هو مصريين، عمال مصريين. اللي اشتغل في شبكه الطرق دي مين؟ ما هم عمال. اللي بنى المدن عمارات الاسكان الاجتماعي وبيبني في المدن الجديده دول، ما هم عمال مصريين. 3 مليون واحد ب 3 مليون اسره دخل لهم فلوس. انت بس محتاج تهدى على نفسك كده وتبعد الدعايات السوداء المغرضه التي تريد ان تفشل هذا المشروع، وانا دايما بقول عليه المشروع مش النظام، تفشل هذا المشروع تبعدها عنك كده وتقعد تتامل المسألة. أنت لو عندك مشكلة في البيت الصغير وبعدين جيت تقرر قلت للولاد إحنا نمسك بقى مصاريفنا شوية ولحد ما ربنا يسهل داخلين مشروع نعمله، المشروع ده هيقعد 6 شهور ولا سنة وبعد كده حياتنا تبقى زي الفل.
تقريبا هو ده اللي حصل، تقريبا هو ده اللي حصل. الراجل جه قال انا هعمل مشروعات، المشروعات دي وهعمل اصلاح اقتصادي وهعمل اجراءات، الاجراءات دي يا جماعه هنفضل فتره مستحملينها كلنا، وبعد الفتره دي الامور هتتظبط. فانت مستعجل، مستعجل وفي حد بيلعب في دماغك، مستعجل وفي حد عايز يضلك ويقول لك الناس المشروعات دي مش هترجع عليك. هو ببساطه شديده جدا النهارده لو كان عبد الفتاح السيسي جه من اول 2014 وقال لك يعني عايش الشعب زي ما هو عايز، فلوس تيجي والناس تصرف ويدي دعم ويفتح حاجات كده لطيفه وبتاع وخلاص ويمشي، هو زي امبارح. هو لمس حاجه مهمه جدا امبارح، قال لك انا كان ممكن اجي اعيش الناس زي ما هي عايزه واللي هيجي بعدي تضيع منه. واستدرك كلامه على طول، قال لكن لا، لا هتضيع معايا ولا هتضيع مع اللي هيجي بعدي، لانه انت، لانه هو في النهايه السيسي يعني ربنا يديله طول العمر، يعني في النهايه السيسي ما هو الراجل هيقعد 4 سنين كمان ماشي خلاص ويبقى في رئيس تاني، ولا هبقى معاك على أسوأ احتمال لو انت جيت وانت بتقول لا الدستور، وهو نفسه قال انا مش عايز الدستور يتغير، هقول لك لو الدستور حصل فيه تغيير هيقعد كمان 4 سنين، يعني هيبقى قاعد مثلا 12 سنه اشتغل فيهم وعمل فيهم، ما هو هيبقى في رئيس تاني زي ما هيبقى في ناس تانية ومواطنين تانية غيرنا اللي احنا قاعدين نتخانق الوقت. فانا بشتغل بتكلم عشان بنتي وبتكلم عشان ولادك وبتكلم عشان المستقبل اللي احنا الوقت بنتخانق عشان بنصادر عليه. لا احنا قدام كشف حساب قدمه السيسي في حوالي ساعة وعشر دقايق، زي ما قلت لحضراتكم انا ما لمسته فيه انني امام رجل لا يبيع الوهم للمصريين. اتكلم عن المشروعات النهاردة في الجلسة بتاعت المشروعات القومية والبنية التحتية، ببساطة شديدة جدا 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 الراجل قال لك احنا في عندنا مشروعات كتيرة بس احنا لما بنروح نفتتحها بنخشى من اهل الشر. هو مش بيخشى من اهل الشر ان الناس تحسده، لانه في ناس يعني زراف يعني قال لك هو الرئيس بيقول لك لا احنا بنعمل مشروعات في السر، هو خايف هتتحسد؟ لا هو مش خايف عليها تتحسد، بس هو خايف لانه الدعاية المضادة التي يقع مصريون كثيرون اسرى لها، دعاية مضادة سوداء بتبدأ تشوه في كل المشروعات وتشكك في كل النوايا، ويعني تقول ان الدوافع دي مش دوافع وطنية فيه. فهو الراجل بيشتغل وبعدين في الاخر بعد ما المشروع يخلص، بعد ما المشروع يخلص يقول احنا عملنا 1 2 3 4. انا امتلك دليل على ذلك، لانه احنا من حوالي مثلا سنتين بالظبط، سنتين، وكان هو بيتكلم في الخطاب الشهير اللي حضراتكم سمعتوه بتاع بيعايرونا بفقرنا. وبعدين كان في جلسه ما كانتش مذاعه قال فيها يعني في كلام يا جماعه يتعلق بالامن القومي، بس الناس اللي بتسال مثلا الفلوس راحت فين، احنا بنيين اكبر محطات لتحليه المياه لان احنا عاملين حسابنا لو حصل مشكله في موضوع المياه بعد سد النهر، بس احنا مش هنعلن عن هذا الموضوع. خلال الشهر اللي فات طلع الوزراء وهو طلع واتكلموا وقالوا ان احنا عندنا محطه تحليه مياه. اذا انت عندك ناس من اللحظة الأولى اللي هم بيشتغلوا وبيبنوا، بيشتغلوا وبيبنوا. أنت شايف ده شايفه، بلاش تركز قوي مع اللي مش شايف اللي مصر عملته عشان هو مش عايز يشوف، مش إن هو مفيش حاجة، لا هو مش عايز يشوف ومش عايز يعترف. بيكمل النهاردة الجلسة الجاية، يمكن حتى يبقى الرئيس على الهواء في الجلسة التانية فنسمع بعض اللي هيقوله، لكن انا عايز اقول لحضراتكم الفكره ببساطه شديده جدا. ما فعله عبد الفتاح السيسي بالامس في افتتاح مؤتمر حكايه وطن، وما فعله اليوم في الجلسه الاولى المشروعات القوميه والبنيه التحتيه اعاده تقديم او تقديم جديد له. ليه؟ لانه السيسي في 2016 عندما اعلن عزل محمد مرسي واعلن عن خريطه الطريق تسير فيها مصر كان يقدم نفسه للمصريين بشرعية القائد الذي ينحاز للثورة. وعندما قدم نفسه للمصريين على أنه القائد المنحاز للثورة والذي حمى الثوار الذين خرجوا ضد جماعة الإخوان المسلمين، كانت هناك ضرورة لأن يكمل مشواره.
اذا هذه هي الشرعيه الاولى، هي شرعيه الانقاذ. وخلينا نعمل حاجتين كده جنب بعض. في 2013 دخل عبد الفتاح السيسي حياتنا بشرعيه الانقاذ. 2018 يمكن ان تقول ان عبد الفتاح السيسي يدخل حياه المصريين او يدخل المجال العام بشرعيه الانجاز. وزي ما في ناس شككوا في شرعيه الانقاذ، في ناس دلوقتي بيشككوا في شرعيه الانجاز. لكن في النهايه احنا قدام واقع. هذا الواقع مطلوب ان حضرتك تتامل فيه بهدوء بالراحه، من غير ما نقعد نقول لك اعظم واحد في الكون. لا، هو رئيس مصري اشتغل واجتهد، ومن حق الناس اللي بتأيده ما عادش يزايد عليها. يعني من حق الناس اللي بتأيد عبد الفتاح السيسي ما حدش يزايد عليها، زي برضو من حق الناس اللي هي هتأيد اي مرشح تاني شايفة انه يمكن ان يؤدي شيئا ايجابيا لمصر ما حدش يزايد عليها. ولذلك مثلا نخرج من ده، انا بس عايز الخص لحضراتكم انه السيسي بدأ طريقه معنا بشرعية الانقاذ ويكمل طريقه معنا اليوم بشرعية الإنجاز.